كده تأثير بيه ولا ايه؟ العربية دي فيها بانجو يا مدحت، انا مش تلميذ يا حبيبي. لا ابدا يا فندم، حاشا لله مين قال كده؟ مش تلميذ. حبايبي مش ناويين برضو تقولوا بابا مخبي البانجو فين؟ يا تأثير بيه، مش كل عربيه هتيجي هنعمل فيها كده ونعذب الناس. ده الطريق واقف من المعادي لوسط البلد. جرايه مدحت، ما بدل ما انت واقف عمال تتلمض لي كده، اتفضل فك لي الاربع كاوتشات عبال ما انا اشوف العربيات اللي ورا. مش هسيبك. ايه الكحه دي؟ شوفي وقت البتاع ده شويه، وارحميني بقى من تامر حسني اللي واكل دماغك ده. انا بحب تامر حسني بس مش لدرجه ان اسمعه صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. شفيقه انا بكلمك كحيوان ناضج، ما تخلينيش اسحب منك الام بي 3. وقت البتاع ده هذا استفزيني بقى. لا لما اقول لك وطي كلامي يتسمع، فاهمه ولا لا؟ لا ما تدينيش قفاك شفيقه. بصيلي وانا بكلم شفيقة. شفيقة مبسوطة يا وش النحس؟ خبطنا واحد، يا رب يطلع تامر. كابتن، كابتن انت اللي غلطان على فكرة. تتجبس انت، ده لسه خطر. بتعيطي على انت كمان، هو يقرب لك. ماشي لوحدك ليه يا اسطى؟ مين قالك اني ماشي لوحدي؟ ما انا معايا ست اصحابي اهو. والله العظيم اللي زي وشي لطيف. والله يا مدحت، خد اللسته اللطيف ده على البوكس وخلي اصحابي يروحوا بالدكس. شوف يا ما تفتحش بقك. لطيف خش يا ظريف. رخص يا عم الاوراداتي. انت اسمك فاطمه رشدي؟ لا يا فندم، فاطمه رشدي دي امي، اصل ديت عربيه امي. اصلا اسمي تيسير فهمي، فعادي. فرصه سعيده. وده ايه اللي ورا ده؟ ده مطبق من امبارح ولا ايه؟ ايوه يا فندم، هو مطبق من امبارح. ده تلاقيه تعبان جدا جدا يا فندم. بس انا بقدس النوم جدا، انت عارف انا لو مطبق كده ممكن اروح يومين، انام يومين. يلا اتفضل. يلا شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. افتح الطريق، في واحد مطبق. تيسير بيه، حضرتك شفت الرخص يا فندم؟ شفت الرخص، تمام جدا ما فيهمش حاجه يعني. وبعدين معاهم واحد مطبق. يا فندم انا مش قصدي المطبق، حضرتك شفت رخصه القرده؟ شوف رخصه القرده ازاي يا مدحت؟ يعني هقول للقرده رخصك يا قرده؟ وبعدين مش القرده اللي كانت سايقه يا مدحت. يا فندم انا مش بقول ان هي سايقه ولا لا، يا فندم دي قرده، ما ينفعش تمشي كده في وسط الناس من غير ما يكون معاها تصريح. ترى يا مدحت انت بتكره القرود كده ليه يا مدحت؟ انت عنصري ولا ايه؟ ايه رايك يا دكتور؟ انا مفكر اعمل عليه التجربه. هو حالته عامله ازاي يا بيرام؟ لا ده خلصان خالص، شبه ميت. مش عارف اقول لك ايه. اقول لك جربها عليه، لو فشلت هو كده كده ميت، لو نجحت يبقى له حظ انه يعيش على ايدك يا بطل. ماشي يا دكتور.
مش عايز صوت. تجربة العناب المحاولة رقم 47. نوع الضحية ذكر. السن من 20 ل 30 سنة. المستوى الاجتماعي زبال. الحالة الصحية يلفت أنفاسه الأخيرة. أنا عارف أنت بتفكري في إيه. انسي بقى شفية انسي. تيمور خطيبك ما ماتش من التجربة بتاعتي. تيمور هو اللي كان عيان. افتح يا بيرم يا حبيب ماما. ثواني يا فاطمة، شفيقة بتغير هدومها. افتح يا بيرم عشان تحكي لي عملت ايه عند عمو. صريح. اياكي تلعبي في حاجة، فاهمة؟ تعالى يا ولد، تعالى نتكلم بره. نتكلم بره يا ولد، تعالى نتكلم جوه يا ولد. يا ولد هنا في تكييف. يا ابني احكي لي، احكي لي عملت ايه مع صريح. عايزه اطمن عليك. ايوه يا فاطمه، هو عايزني اشتغل معاه بس انا مش طالبه معايا.